في عناوين النشرة: هنا وادي الحجير، وادي أول حرف للمقاومة فلا تكسروه. وادي الحجير خط أحمر. أنقرة تحت الإرهاب، 86 قتيلاً في تفجيرين انتحاريين. فلسطين بضفتها وغزتها تواجه وتشيع. الحراك على أبواب سمير حمود. اسمع اسمع يا حمود، اسمع اسمع يا حمود، ما تعلم الدنيا هود، ما تعلم الدنيا هود. والعونيون على أبواب القصر غدا باتجاه قصر بعبدة. وفي النشرة: رحيل نبض زحل إليسكاف. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. يطرق العونيون غداً أبواب القصر الفارغ، ويؤم الحراك هذا المساء محيط منزل المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود. وفي مكان ما يجاهد الوزير أكرم شهيب في خطته لإنقاذ سعد الحريري قبل كل الناس. ويوماً ما قيل إن التاريخ إذا أعاد نفسه فإنه يتكرر بمهزلة، لكن متعهد البيئة يعيد التاريخ بمزبلة، بحيث تظهر وثائق عام 97 أن الرئيس رفيق الحريري أكرمه الله بشهيب لقضاء حوائجه المالية في سكلين تمديداً وزيادة أسعار. حملت تلك الأيام بداية الصعوبات المالية للحريري، حيث استدان من صديق سعودي مبلغ 200 مليون دولار. حين ذاك كانت براعم شهيب الأولى قد تفتحت لدى تعيينه وزيراً للبيئة عام 96، ونمت مواهبه بعد عام واحد ليستعين به الحريري في استثمار أموال النفايات. فامتلأت شوارع بيروت بالنفايات في مشهد مطابق لمواصفات اليوم حفراً وتنزيلاً. 18 سنة كانت كفيلة بصقل مواهب شهيب الذي استقدم مرة ثانية لإنقاذ الابن بعد الأب وتنفيذ خطة سعد جنبلاط. فصدرت التعليمات لرئيس الحكومة تمام سلام بتجميد عمل وزير البيئة محمد المشنوق وإطلاق عجلات وزير الزراعة في ملف يحمل الطابع الإنقاذي لشركاء النفايات أنفسهم. واليوم أصبح للشركاء السياسيين أذرع أمنية توقف الناشطين وتطوق حراك الناس وتبقي في السجون على شباب خرج سلمياً ليصرخ من ألمه ومرارته، ثم تعطيه دروساً في التظاهرات على طريقة إتيكات التظاهر. وزحفاً زحفاً حط القصر يسلك العونيون غداً طريق بعبدة من بوابة ذكرى تشرين، بعدما سدت الأبواب السياسية وانتهت مراحل التسويات التي رفضها التيار. واستعداداً فقد نصب العونيون خيماً على طريق بعبدة، فيما يتوجه الجنرال بكلمة إلى اللبنانيين غداً وصفت بالمصيرية. وفي يوم من تشرين أمطرت مدينة زحل دموعاً على رحيل زعيمها إليسكاف، الرجل الذي خذله سياسيون قبل أن يخذله المرض، فيمضي بعد 4 سنوات من المرارة المشتركة صحياً وسياسياً. مات ابن المدينة المشعة الذي سكنها كضوء وكان لها كتلة شعبية يجري مع ناس زحل كبردونها، وإن كلفه الأمر أن يسير عكس التيار. وفي مستشفى الجامعة الأمريكية انتهت رحلة سكاف التي تمشي آخر خطواتها المسجات نحو عروس البقاع لوداع رجل
من أوادم هذا الزمان. البداية من بعبدة، ناشطو التيار الوطني الحر ينصبون خيماً في محيط القصر استعداداً لتحرك الغد. رشال كرم والتفاصيل. رشال، مساء الخير. ماذا، كيف تبدو الأجواء عشية التظاهرة العونية غداً؟ الأجواء يحاول العونيون أن تكون هي أجواء نفسها عام 90، أي العودة إلى قصر الشعب وإلى القصر الجمهوري، لذلك ارتأوا أن يكون هناك نصب للخيام ليس على الطريق العام ولكن في مكان خاص صح التعبير، وهناك تم إشعال النيران، سوف يبيتون ليلتهم في هذا المكان. لذلك سوف نستفسر من هادي سعيد. هادي، حضرتك من يلي منظمين يلي هلأ منشوفه في العالم متوعين أنتوا على طريقة عين الطرقات ولا شو عاملين بالضبط؟ لا بالحقيقة نحن منا عطعين طرقات، طريق مضطرين نقطعها بس بكره بوقت التظاهره، بس هلا بعده السير سالك. اخذنا نحن هيدي الزاويه بالتحديد لانه شوي بتشبه كيف كان الاجواء بعبده، غابه وتراب وجاي، ما بدنا ناخذ الزفت، ما بدنا نزعج العالم. هي الفكره شو كلمتك، شو بدكم توصلوا؟ هي الفكره بلشت من اشخاص كانوا يطلعوا، اللي اطلقها هو الوزير سحناوي لانه كان يطلع على قصر بعبده. نحن جيلي ما كنا نطلع، اللي كنا نسمع الاخبار من اهالينا، حبينا نعيد التجربه بحد ذاتنا، نرجع نحن نجي لهون. حطينا خيمة، أول خيمة اجت من طرابلس، اجوا كتير ناس من عنا وكل واحد صار يدق لنا وطلبوا منا أغراض. في ناس جايبين مقدمين لبطاطا، في ناس مقدمين صاج إذا صورته، في ناس بدو يعملوا ساندويشات لبنة، فمأمنين نحن انترتينمنت التراديشنال اللي نحن معودين عليه الأكل. من أي ساعة بلشين؟ نحن بكره من هون من الساعة 8 الصبح بنترك كل الخيام ونتوجه للتظاهرة لنكون عم نلقي كل الأقضية اللي بده يجوا. لكن انتم اليوم رح تنام هون، ولكن جورج قبل ما ننهي هذه الرسالة، استرجاج لو سمحت، حضرتك من يلي كانوا يطلعوا على قصر الشعب، باختصار شديد ليش اليوم قررت ترجع تشارك؟ قررت، ما انا ما تركت بعني عم شارك، انا بعدني مواصل ال 25 سنة نضال ولحديت هلا بكل مناسبات ومارينات انا مشارك وانا مسؤول بالتيار، عندي نشاطات. الذكريات اللي عم ترجع تعيشها هلا يلي يعني هي من 20 25، من 25 سنه، يا ريت بترجع 25 سنه كانت احسن من هلا، وهيدي السهرات اللي شفتيها هون كنا نعيش احسن منها بقصر الشعب. شكرا لك. اذا رشال عونية شديدة صح التعبير بهذا الموضوع، المنامة سوف تكون في هذا المكان، اتوا من طرابلس من عدة اماكن العونيون لكي يكون لهم ايضا تواجد في هذه السهرة اذا صح التعبير، سهرة النار التي يقيمونها استعدادا للتحرك غدا صوب قصر الجمهورية او كما يسمونه قصر الشعب. شكرا لك رشال كرم، حدثنا مباشرة من بعبدة. العونيون إذن على أبواب القصر الأحد على أمل دخوله قريبا، تحقيق خاص للزميلة دارين دعبوس. يا شعب لبنان، أنتم أصحاب القرار ولا يعود لغيركم أن يمثلكم بعد اليوم. بين تاريخ 13 من تشرين الأول عام 90 و13 من تشرين الأول عام 2015، ربع قرن مر على ذاك الجنرال الذي خلع البزدة المرقطة وتصدى للسياسة على عقدها ومتاهاتها، وشباب عونيون لم يتعبوا من خوض معارك النضال والتغيير والإصلاح. صبيحة ذاك السبت من عام 90 دكت طائرات السوخوي السورية القصر الرئاسي في بعبدة، ثم أطبقت دبابات الجيش السوري عليه، فاضطر الجنرال الذي وعد بالتحرير إلى إعلان الاستسلام من مبنى السفارة الفرنسية. حقنا للدماء وتخفيفا للأضرار وإنقاذا لما تبقى، أطلب من أركان قيادة الجيش تلقي الأوامر من العماد إيميل لحوت. نفي عون، وفي عام 2005 عاد. 10 سنوات من التعب السياسي لم تفت في عضده عازماً على استرجاع بيت الشعب وعلى إعادة الكلمة إلى شعب لبنان العظيم. لقد مر على اللبنانيين وعلينا نحن تحديداً بهالربع قرن 13 تشرينات عديدة جداً، وآخرهم يعني 13 تشرين اجتياح الديمقراطية في لبنان، اجتياح تداول السلطة في لبنان. يعني عم نذكر أنه بهالمناسبة هيدي صار في اجتياح لآخر معقل حر بسنة 90 وبمعاونة القوى السياسية اللي هلأ موجودة وهي تستكمل ما بدأه 13 تشرين، ولكن بأشكال تانية. نحن نرفض أن تكون تضحيات شهدائنا وما حصل في 13 تشرين
أثناء هذا الاجتياح سقوط عشرات بل مئات الشهداء من الجيش اللبناني والأنصار، هون ما ننسى الأنصار، أنصار الجيش والمدنيين، لكي يعني يبقى هذا رمز كرامتهم اللي هو في ذلك الوقت قصر بعبدة، ولكي لا يحتل هذا القصر من لا يستحق لقب رئيس جمهورية. بس اليوم أنتوا جزء من السلطة، أنتوا بوج مين طالعين؟ نحن عندنا مشكلة مع السلطة، نحن جزء من السلطة لكن جزء عنده مشكلة مع الجزء الآخر الفاسد. الاستعدادات اللوجستية لتظاهرة صوتك بحرر بيتك اكتملت باتجاه الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري، والزحف البرتقالي من الشمال إلى الجنوب ينتظر لحظة اعتلاء العون المنبر. طبعا لماد عون سيحضر شخصيا، وكلمة ستكون الفيصل بين يعني ربع قرن، يعني طفح الكيل أنه هذا الشعب إلى متى سيصبر. هناك هجرة كثيفة، هناك وضع اقتصادي سيء، يجب أن يكون هناك إعادة تفعيل الآلية الديمقراطية. هو سيأتي غدا إذا بدك هيك يفتح يقص الشريط حول محيط القصر، وصولا إلى استعادة الحقوق المسلوبة لكافة اللبنانيين. ساعات قليلة تفصل عن الحراك البرتقالي الذي يؤكد مقربون إلى التيار الوطني الحر أنه سيكون تحركا جماهيريا وحضاريا من ناحية الشكل باتجاه القصر الفارغ، وأنه سيعيد إلى الأذهان الأيام التي سبقت سقوط قصر الشعب في 13 من تشرين الأول عام 90. دارين دعبوس، قناة الجديد. الحراك المدني اعتصم أمام منزل المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود. التفاصيل من هناك مع رامز القاضي. رامز، طبعا كنا بنقل مباشر من حوالي الساعة 6:30 بفتكير لحد موعد النشرة، يبدو المشهد ما زال على حاله. تفضل اختصر لنا، اختصر لنا ما حدث، وفي هذه الأثناء ماذا يجري؟ صحيح، هذا الاعتصام أمام منزل المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود هنا في وطن صيدبي مستمر. هذا الاعتصام جاء على خلفية الإبقاء على 11 شخصا من الذين أوقفوا في تظاهرة الخميس من الحراك المدني، أبقي عليهم قيد التوقيف. و أشار القاضي صقر صقر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلى أن توقيفهم هو بتهمة تعدي على القوى الأمنية ورمي الحجارة. نقطة أخرى أشار إليها القاضي صقر صقر في بيانه هي الادعاء على 19 شخصا بتهمة، ووصفهم بأنهم فارين من وجه العدالة، بتهمة أيضا بالتهمة نفسها، ولكن هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الشبان الذين شاركوا في الحراك لم يتم توقيفهم. لذلك كان هذا الاعتصام هنا في وطن المصيطبي وسط إجراءات أمنية مشددة أمام منزل المدعي العام التمييزي. باختصار جورج، إلى جانبي يعني أحد محامي الحراك حسن بزي، اليوم جاء هذا الاعتصام على خلفية الإبقاء على 11 شخص، هني ملف واحد، ليش تم الإبقاء عليهم؟ نحن عندنا بس بين قوسين تساؤل فيما يتعلق للموقوفين بشكل غيابي. هل يا ترى في بلاغات بحث التحري صادرة؟ هل يا ترى تم اللجوء للوسيلة القانونية المناسبة؟ هل تم دعوتهم؟ كيف عرفهم؟ السؤال الآخر لحضرة مفوض حكومي، كل الإذاعات والقنوات فرجت أنه في تعدي من العسكريين، لماذا في كل مرة النيابة العامة العسكرية لا تتحرك عفوا بالإدعاء على العسكريين؟ هناك مسألة أخرى تتعلق بالصلاحية، هذه الصلاحية يجب أن تخوض للقضاء العدلي. كفانا تكون المحكمة العسكرية سيف مسلط على رؤوس المتظاهرين والأحرار. لهذا السبب نحن حان الوقت لطلب تعديل قانون القضاء العسكري ونزع الصلاحية من المحكمة العسكرية للقضاء العدلي. شكرا لك جورج. باختصار سأسأل أيضا من مجموعة جاي التغيير عمر ديب، أنتوا لأمتين باقيين هون؟ يعني نحن هيدا اعتصام، طول ما هي الناس باقية نحن باقيين. نحن جايين نقول القاضي سمير حمود بدل ما يكونوا عم بيحاكموا هالشباب اللي نازلين عم بيطالبوا بحقوق الناس بما فيها حقوقهم لهم للقضاة. رامز، شكرا لك على هذه التغطية المباشرة من أمام منزل القاضي سمير حمود. في حال وصول تفاصيل أخرى سنعاود الاتصال بك. من الخميس وصولا إلى السبت، متظاهرون جرى توقيفهم وآخرون أطلق سراحهم. مرت 48 ساعة
وتسعة من المتظاهرين الذين اعتقلوا بعد تظاهرة الخميس لا يزالون موقوفين في عدد من المخافر 48 ساعة، ولا يزال أصدقاء هؤلاء وأهليهم يقفون أمام المخافر مطالبين بالإفراج عمن تظاهر غضبا على واقع مر. فبعدما أفرج عن الموقوفين في مخفر الجديدة، تنقل المحامون والأصدقاء بين مخفري حبيش والرمل البيضة وثكنة الحلو علهم يستقبلون من افتقدوهم من 48 ساعة. ابني نزل لأنه نجح ونشال اسمه من الدولة ونحط اسم تاني. ابني مرة تانية فايز ياسين بأمن العام نشال الاسم وقال لي معه سكري، وأنا رحت فحصته ما معه سكري. من بعد ما كان قالوا لي مبروك رجع قدم جمارك لحد الآن ما طلع، اشتغل دريفري، اشتغل ب 733 بفردا بالأمن، ما خلى شغلة ما اشتغلها. ابني نزل صغير، ابني نزل عم بدافع عن حقه من ألمه، لأنه في ظلم، لأنه منه حامل سلاح وعم بيقاتل. هو نزل عم بيعبر عن شيء اللي هو فيه وما عارفين شو نحنا وين واصلين هون. فأنا بنقهر عليه، هذا ظلم وهيدا صلبط على الناس وصلبط على هالشباب هودي. ليه؟ لأن مش ما يخلوا باب لحتى الشاب يفتح تمه بهالبلد، يعني رح يكون نحن مثل الوصاية السورية بالضبط. أنا ابني هلا وضع نفسي تعبان كتير، بدي أحمل المسؤولية. أنا ما فت تحكيته، أمه حكيت له أنا ما قدرت أحكيه، أنا كتير عاطفي. أمه طلعت عم تبكي، شاب عنده من نفسه منه ببيض أموال ولا بتاجر بالمخدرات ولا بيقتل حدا، هذا الشاب عم بيطالب بحريته وكرامته، وصل لهون. المقدم مسلم قبل ما انتقل لإحدى هنا يلي كانت أيضا معتقلات، تحدث إنه أنتم بمحل عم بتدافعوا عن أشخاص عملوا شغب، واللي عمل شغب خليه يتحاكم. نحن ما بدي رد هلا بالمباشر وبالشخصي، نحن كل ما حدث في الشارع هو نتيجة ردة فعل، بس بدي أقول مسألة، هو عم بيقول نحن في شغب وتم توقيفنا، يعطونا شيء عسكري تم محاسبته أمام القضاء العسكري من أول التظاهرات لليوم، رغم كل عم ينحكى، كل الاعتداء على المتظاهرين، كل الإصابات لدى المتظاهرين، كل التوقيفات المخالفة للقانون، عدم التكلم مع المدعي العام لوقت اللي هو حجز حرية، في شيء عسكري حكم؟ سيمر السبت والأحد وهؤلاء المتظاهرون والموقوفون سيبيتون ليلتهم بعيدا من أهليهم وبعيدا من شوارع وسط البلد نزلها مواطنون للمطالبة بحقوقهم المعيشية والاجتماعية، لا لتتحول تحركاتهم للمطالبة بالإفراج عن المتظاهرين. رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي يعرض في مؤتمر صحفي لما جرى في احتجاجات وسط بيروت. للمرة الأولى منذ بدء الحراك تنحى وزير الداخلية جانبا عن التصدي لما تصفه السلطات الرسمية بأعمال الشغب، وحمل راية الدفاع عن القوى الأمنية رئيس شعبة العلاقات العامة فيها المقدم جوزيف مسلم، الذي تسلح بمقدمة الدستور وبعض المواد التي تشرح كيفية تنظيم التظاهر من خلال علم وخبر وتنسيق مع القوى الأمنية. التظاهرة إذا ما فيها علم وخبر تكون تظاهرة غير قانونية، هيدي واضحة وفق القانون، نحن عم نفسر القانون. ولحديت هلأ من وقت ما بلشت التظاهرات من 19 آب تقريبا لا يوجد أي تظاهرة طلب فيها علم وخبر، عم نحاول نعتبرها أنه هي شرعية نحمي الناس، لأنه نحن بنعرف قديش الوضع دقيق وفي صرامة وتوجيهات صارمة مثل ما قلنا، بتقول أول شيء علينا كقوى أمن داخلي نحفظ التظاهرة، نحفظ الأمن، عدم استعمال السلاح بأي شكل من الأشكال. منلاحظ قوى الأمن الداخلي خلال موجودين بقلب التظاهرة أو في محيط التظاهرة عم بيكونوا مجردين ما مش حاملين أسلحة، ما في بحوزتهم أسلحة. وقت نحط حاجز أمني لازم يعرفوا المواطنين عند اجتياز الحاجز الأمني بده يكون في مخالفة للقانون، ولازم يكون في تعاون يلي بنوصل لها يلي هي أيضا عم تكون مفقودة. لجنة الارتباط، لجنة الارتباط بتكون ما بين منظمي التظاهرة وقائد القوة الأمنية، تنشأ لجنة ارتباط الهدف منها تنسيق لمنع حصول أي خلل أمني أو شغب. مسلم عرض صور جرحى قوى الأمن الداخلي من جراء التصادمات التي وقعت في وسط بيروت، مشيرا إلى أن هناك من يفتعل أعمال شغب واعتداء على القوى الأمنية، لكنه في الوقت نفسه لم يجب بوضوح لماذا لا يسمح بالتظاهر في ساحة النجمة. أحد الأشخاص يلي قام بأعمال شغب، هذا الشاب للأسف قاصر موقوف لدينا، اعترف به، هلا بنرجع، اعترف به تكسير الحائط على اللجري، من قال لأشخاص يشاركوا بتكسير الحائط على اللجري، أيضا توقف بتهمة سرقة لأنه أحد أشخاص التانيين كان في شكوى ب22 أيلول عليه اسميا
لشخص آخر بالحراك سرق له الجهاز الخلوي وحاليا موقف بتهمة السرقة تجاه الآخر. هون اللي بدي أقوله نحن ما عم نشيطن الحراك، أنا بقول في شخص عمل هيك وفي أشخاص عم يعملوا بقلب الحراك، مش كلهم عم يعملوا هيك. نحن لما نقوله في مجموعات معينة ضمن الحراك عم تقوم بمخالفة القانون، بالرغم مثل ما قلنا أنه ما عم يكون في علم وخبر، في مخالفة أساسية للقانون بغياب العلم والخبر، ولكن في مجموعات عم تكون عم تخالف القانون. نعطي مثل، المثل الآخر إزالة الحاجز البطوني، مش المي أزاله مثل ما قيل، مش المي كسرت الحديد، في أشخاص قاموا الحاجز البطوني اللي عاملينه تم يكون في احتكاك بيننا وبين المواطنين، شلوه بالقوة وحاولوا يقرصوه بالحديد. أثار التحطيم والتكسير الناتج عن أعمال الشغب منشوف أمام لوغري، منشوف مثلاً كمان إحدى إذا بترجعنا لورا، منشوف مثلاً يلي الحج بيقولوا إنه هالآثار وغيرها من الآثار يلي مصورة إنه في مركبة رش المياه يلي هي أزالة الصخور. حقيقةً نحن متمنى يكون في شفافية. نحن الهدف الأساسي إنه هيدا الحاجز وقت القرر إنه ما حدا يتخطى، وحرية التعبير تكون مأمنة بساحة الشهداء. يعني ما عم نفهم إنه بساحة الشهداء شو الفرق بين حرية التعبير بساحة الشهداء وساحة النجمة، خاصة إنه وقت اللي عم بيكون في أعمال شغب عم يتخلوا عن المسؤوليات، عم بيقولوا نحن ما خصنا، طب مين بيمنع، شو بيمنع يصير بساحة النجمة؟ وشدد مسلم على عدم وجود معتقلي رأي، إنما هناك موقوفون مارسوا عمل شغب واعتداءات على الأملاك العامة، وقال لا تخلقوا خندقا غميقا بين القوى الأمنية والمواطنين ولا تحاولوا شيطنتنا. وادي الحجير الذي أسقط أسطورة دبابات الميركافا يتعرض اليوم لاعتداء الكسارات، تحقيق من ثلاثة أجزاء للزميل هادي الأمين. وكان وادي الحجير وادي السيد عبد الحسين شرف الدين وموسى الصدر، وادي كل هؤلاء الرجال الكبار والقادة العظماء كان لهم بالمرصاد. هنا في وادي الحجير كانت مقبرة دبابات الميركافا مفخرة الصناعة الإسرائيلية على يد المقاومين في حرب تموز 2006. يسقط هذا الوادي اليوم تحت مفخرة الفساد اللبناني أي الكسارات. يا اخي طار سيارتك والله العظيم بصير مشكل عاملك طار سيارتك. يعني محمية وادي الحجير خط أحمر، هيدا وادي المقاومة، هيدا وادي المقاومة. بال 2006 قتل الإسرائيلي ليحط إصبعه بنهر الليطاني منعوا وادي الحجير. نحن بصراحة نعتبرها مقدسة. بعدما كان مكان انطلاقة المقاومة ضد الفرنسيين عام 20، حيث عقد السيد عبد الحسين شرف الدين ما سمي مؤتمر وادي الحجير، وبعد تحريره من العدو الإسرائيلي عام 2006 أعيد تأهيل وادي الحجير في جنوب لبنان وفتحه وتعبيد الطرقات فيه ليصبح سلة وصل بين عدد كبير من القرى الجنوبية. وبسبب رمزيته وعناصر الطبيعة المكتملة فيه صنف على أنه محمية طبيعية عام 2010. هي المنطقة محمية طبيعية، هي المحمية حدودها من أسفل مدينة النبطية وحتى عيترون. 15 كيلومتر مربع من الأشجار، النوع الأساسي الموجود فيها هو شجر البلوط أو السنديان، بالإضافة طبعا للثروة الحيوانية الموجودة فيها، تنوع حيوي من حيث الحيوانات. كمان بالمحمية في عنا أشياء تراثية مثل قلعة دبي، في عنا المطاحن العشرة. المحمية لا تحتمل أي بناء بطون، المفترض حجر وخشب، التصوينات كلها خشب، التراجعات مدروسة، ممنوع الارتفاعات العالية، في مجموعة من الإجراءات اللي أخذناها. على الرغم من كل هذه الشروط الموضوعة لحماية المحمية، حاول أصحاب هذه الكسارات أخذ موافقة إدارة المحمية واتحاد البلديات، إلا أنهم وجهوا بالرفض. بداية أصحاب الكسارات إن حاولوا معنا كتير، خليني كن واضح أنا كمان. كانوا مجربين قبل ياخذوا رخص، وحاولوا وبجلسة خاصة كان موجود فيها رئيس بلدية شقرة حتى. قالوا لي اللي بده يجي المحمية نحن حاضرين ومستعدين ندفع وكذا وإلى مهم. أنا قلت لهم بكل صراحة أنا بلتزم معكم بالقانون. شو بيقول القانون؟ أنا حاضر. يعني هني وصلت لمرحلة تقريبا أنه مثل تهديد أنه أنت ما بتعطينا مرحلة للقانون. قلت لهم أنا حاضر بالقانون.
وعلى الرغم من رفض رئيس الاتحاد الجازم إعطاء تراخيص للكسارات، كانت المفاجأة بحصولهم على تراخيص من المجلس الوطني للمقالع والكسارات. غداً، ما موقف وزارة البيئة وما هو دور البلديات؟ وتتعرض كذلك لاستهتار بعض رؤساء البلديات. لكن رئيس بلدي شو مستفيد من في وراه؟ زحل ما قبل الياس سكاف ليست كما بعده. الياس سكاف رحل بعد رحلة مرض مرة. كانت صعبة صفحته الأخيرة، طواها على فراش الألم ورحل. هكذا أراد إليسكاف السقوط أمام المرض، وهو الذي قاوم حتى الرمق الأخير واستفاق قبل أيام على تقدم في العلاج بعد جولات مع سرطان الرئة. قبل يوم واحد من ذكرى ميلاده استعاض إليسكاف عن الشموع 66، لم يصمد ليطفئ شمعته 67. نفخ المرض فأطفأ كل شيء، ويتم جوزيف وجبران قبل أن يقصوا عودهما. ولد في قبرص وعاش طفولته في نيوزيلندا التي غادرها مع والدته، وتلقى تعليمه الابتدائي فيها وبقي فيها حتى عمر 16 عندما عاد إلى لبنان. في عام 91 وبعد عام على وفاة والده، ترشح للانتخابات النيابية عام 92 عن دائرة البقاع، وانتخب نائبا عن البقاع في دورتي 92 و96. ألا حمي ودوري الرد اعتبار زحلة تكون على الخارطة السياسية اللبنانية. ثم نائبا عن زحلة في دورتي 2000 و2005، شارك كوزير في أكثر من حكومة، وزيرا للصناعة في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس أمين لحود، وزيرا للزراعة في حكومة الرئيس عمر كرامي في عهد الرئيس أمين لحود، وزيرا للزراعة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عهد الرئيس ميشيل سليمان. شارك كممثلا عن طائفة الروم الكاثوليك والكتلة الشعبية في طاولة الحوار. هلا كأنه المؤامرة مستمرة، لما أنت تختار تجيب الناس ما عندهم تمثيل شعبي معناته أنت عندك نوية. أسس عام 2001 مؤسسة الياس جوزيف طعم سكاف الخيرية الاجتماعية، وترأسها اليوم أرملته مريم طوق سكاف، والمؤسسة تعنى بالأمور الاجتماعية والإنسانية والخيرية. تفجيران دمويان يهزان محطة القطارات في العاصمة التركية أنقرة، ويسفران عن مقتل 86 شخصا وجرح 186 آخرين حتى الساعة. قتل عشرات المواطنين الأتراك وجرح آخرون في تفجيرين ضخمين وقعا صباح السبت تحت جسر يؤدي إلى محطة القطارات في العاصمة التركية أنقرة. وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت القتلى والجرحى إلى مستشفيات المنطقة، فيما حاول بعض الأشخاص في موقع الحادث مهاجمة سيارات الشرطة والإسعاف. شهود عيان تحدثوا عن احتمال قيام انتحاري بتنفيذ أحد التفجيرين اللذين وقعا بفرق دقائق معدودة، واستهدفا مسيرة كان المشاركون فيها قد بدأوا التجمع للاعتراض على المواجهات بين الحكومة التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني التي تتواصل للشهر الثاني على التوالي. وعقب التفجيرين رأس رئيس مجلس الوزراء التركي أحمد داود أغلو اجتماعا أمنيا طارئا رفيع المستوى، وبعد الاجتماع قال أغلو إن ثمة أدلة قوية على أن انتحاريين نفذا هجوما على مسيرة لناشطين موالين للأكراد ويساريين أسفر عن مقتل العشرات، معلنا الحداد الوطني 3 أيام بعد الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في تركيا. المواجهات تتمدد من القدس باتجاه الضفة الغربية وغزة بعد ارتفاع حصيلة الشهداء. إلى
ارتفعت حدة المواجهات في الضفة الغربية وفي غزة والقدس المحتلة بين شبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما بعد تشييع الشاب الفلسطيني أحمد صلاح الذي استشهد برصاص شرطة الاحتلال في خلال صدامات مع قوات الأمن الإسرائيلية في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في القدس. ومع استشهاد صلاح يرتفع إلى 7 عدد الشهداء الذين سقطوا في آخر مواجهات وقعت في قطاع غزة. الشبان الغاضبون قاوموا المحتل على طريقتهم، فأشعلوا إطارات السيارات على الطريق القريب من الحدود مع أراضي 48 ورموا حجارة تجاه عربات مصفحة تابعة للجيش الإسرائيلي تتمركز بالقرب من الحدود. وعقب هذه الصدامات كثف جيش الاحتلال انتشاره في المدينة المقدسة تفادياً لاتساع رقعة المواجهات التي استخدم الجيش الإسرائيلي في خلالها الرصاص والقنابل المسيلة للدموع على الشبان المحتجين. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصدر إسرائيلي إن تل أبيب تخشى إذا استمرت الهبة الشعبية الفلسطينية في الأيام المقبلة أن تتواصل لسنوات. وفي غزة استشهد فلسطيني صباح السبت متأثراً برصاص أصيب به في خلال مواجهات على الحدود الفاصلة بين القطاع والأراضي المحتلة، في وقت شيع آلاف الفلسطينيين شهداءهم في جنازات منفصلة، وردد بعض المتظاهرين هتافات تدعو إلى الانتفاضة ضد إسرائيل. وبعد انتشار فيديو إطلاق الشرطة الإسرائيلية وابلاً من الرصاص على النصراوية إسراء عابد في محطة للحافلات المركزية في العفولة، أكد والد إسراء أن ابنته ما زالت على قيد الحياة. أخ أبو ماهر، العم أبو ماهر اللي من اللحظة الأولى اللي كان معاي في التحقيق وواكب القضية وكان يطمني أنه هو يعني إن شاء الله ربما عنده معلومات يعني موثوقة أنه البنت ما زالت على قيد الحياة، لكن نحن كمؤمنين كموحدين. إشارة إلى أن هذه القضية لاقت استنكارات عالمية لما اعتبروه إعداما ميدانيا. بعد الإعلان، بعبدة توضب نفاياتها. مبادرة تطوعية من جمعية فرح العطاء والحركة البيئية اللبنانية لتوضيب النفايات ورفعها من الشوارع تبدأ من بعبدة. تقرير حليمة طبيعة. في طريقك إلى بعبدة ستلاحظ حتما انتشار النفايات على الطرقات. متطوعون من جمعية فرح العطاء والحركة البيئية اللبنانية لبسوا قفازاتهم ووضعوا كماماتهم وبادروا إلى جمع النفايات من الشوارع في مبادرة تهدف إلى التقليل من الآثار البيئية والصحية الضارة بالمواطنين. مبادرة هي متوجهة لكل البلديات، لكل المناطق، مثل ما شايفين اليوم نحن عم نلم هول الزبالة، عم نحطهم بكياس، نرجع نسكر هيدي الكياس تنعزلهم أولا عن الهواء المحيط، يعني عم نخفف ريحة الزبالة اللي عم نشمها كل يوم نحن وعيالنا وولادنا. الشغله الثانيه عم نمنع المي انها كمان ترجع بس تشتت الدنيا، ترجع تفوت المي عليهم وتكرج وتاخذ هيدي السموم معها بشوارعنا كمان. بقى هيدا الحل مطروح وقدام كل البلديات قادره انها تعمله وكل المناطق، هيدا حل ما بيكلف شيء، ما بده طاقه شيء. مبادره من الجمعيتين، ولكن ان شاء الله قريبا جدا بتعمل مع البلديات بصير بكل منطقه تقدر تفرز نفاياتها وتجمع نفاياتها. هلا انتم شو عم تعملوا بالضبط؟ هلا عم نفرزهم قد ما بنقدر لانه اكلوا الشتا كثير وصار لهم زمان، ونزيحهم شوي على جنب لنشوف شو الحل النهائي، يعني عم نحاول، ما هيدا تيست لنشوف انه بنقدر نعمل اذا بننزل على الارض فينا نغير. انا بعتقد انه اليوم اجوا الشباب من خلال هيدي المبادره لنقول لكل البلديات، كل البلديات اذا كانوا اليوم عم بيسلطوا علينا سيف الكوليرا عملوا معروف بوسائل جدا بسيطه بكلفه جدا بسيطه، نعمل نهضه وطنيه كلنا بيضيعنا بعد عنا العونة. كل الشباب هون ما حدا بيفهم النفايات، إنما منفهم شغلة وحدة، حس مواطني. في خلال رفع المتطوعين الذين توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية النفايات من شوارع بعبدة، صدف وجود الناشط في حملة إقفال مطمر النعم أجود عياش، فأكد أنه لن يعاد فتح مطمر النعم. مطمر النعم لن يفتح ساعة واحدة، الزبالة الموجودة على الطرقات ممكن تتجمع وتنفرز بمكانات، في مكانات واقفة
المكنات اللي فرزت زبالة النورماندي موقفة موجودة بصيدا كونفيرز ممكن تنحط بمقالع بمساحات معينة وهيدي الزبالة تنفرز على المكنات. عيب عليهم يضلوا يفكروا بالصفقات وبقتل الناس فقط من أجل المصاري. وفي انتظار أن تستفيق السلطة السياسية من سباتها لتجد حلا ينقذ المواطنين من خطر الإصابة بالكوليرا وغيرها من الأوبئة، تبقى مبادرة فرح العطاء حلا إيجابيا مؤقتا لأزمة النفايات لن يكلف البلديات ولا أهالي المناطق شيئا. المسألة ليست صعبة، فكل ما نحتاجه اليوم في ظل غياب أي حل لأزمة النفايات هو حس المواطنة علّه ينتشلون من الكوليرا. من بعبدة، حليمة طبيعة، قناة الجديد. أموال النفايات أحاطت حياة اللبنانيين بالقمامة، فماذا ستصنع أموال النفط؟ تحقيق جاد غصن. منذ سنتين تماماً كان ملف النفط في المياه الإقليمية اللبنانية الملف السياسي الأساس في البلاد، وكان يهدد استقرار الحكومة آنذاك مع شكوى وزير الطاقة جبران باسيل تعطيل رئيس الحكومة وقتئذ نجيب ميقاتي لمرسوم دفتر الشروط الذي يتيح بدء المناقصات، ذلك إلى جانب استعار الخلاف بين باسيل ووزير الصحة علي حسن خليل، حيث كان باسيل يقترح مباشرة التنقيب في قسم من البلوكات البحرية في مقابل خليل الذي كان يدفع باتجاه التنقيب في البلوكات العشرة كلها دفعة واحدة. ظننا أن بداية التنقيب أصبحت قاب قوسين من التحقق. بعد سنتين ما كانت القضية اللي تطرح لولا تنظيم جريدة السفير ندوة تناولت ملف النفط في لبنان في مبنى الجامعة اللبنانية في المتحف. على هامش الندوة أكد رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان جابي دعبول لقناة الجديد تحويل الهيئة للمرسومين بعد إعادة النظر فيهما إلى مجلس الوزراء منذ يومين. نحن أخذنا ملاحظات كل أعضاء اللجنة الوزارية منذ أن شكلت، وفي ملاحظات أخذنا فيها وفي ملاحظات ما فينا ناخد فيها لأسباب تقنية، فشرحنا هالأمر لمقام رئاسة مجلس وزراء عبر وزير الطاقة والمياه، وأعدنا رفع المرسومين لقاله على أمل وضعهم على أول جلسة لمجلس وزراء تعقد بعد تاريخ هذا الرفع. هو جزء من هذا الموضوع كان البداية بكل بلوكات البحرية ولا ببلوكين أو بثلاث؟ هذا موضوع سياسي. نحن طارحين مرسوم بقسم المياه البحرية لعشر بلوكات، كمان هلأ صار في حديث عنه صحيح. وفقاً لمعايير تقنية وجيولوجية علمية. إلى جانب الهم السياسي الذي لا يزال يعوق التقدم في ملف النفط، عرض بعض الخبراء لهموم أخرى ذات طابع تنفيذي كإنشاء الشركة الوطنية للنفط من قبل الدولة لتكون حاضرة لمواكبة بدء التنقيب لدى حصوله. الحكومة اللبنانية ما عندها آلية لتخوض معركة الحفر مع الشركات الأجنبية، وبالتالي الأوبراسيون تبع بالبحر، فبفقدان الآلية يلي هي الأوبراسيون، وبفقدان قانون نفطي يكون واضح وثابت، بلاقي صعوبة كتير أنا للملف النفطي اللي يمشي بلبنان. بس أهم شيء بهالأمور كلها هو النفط الوطني، شركة النفط الوطنية، لأنه هي العمود الأساسي بالصناعة النفطية، بلاها ما بيصير شيء. وزير المال السابق جورج كورم استغرب مماطلة السلطة في هذا الملف الحيوي للبنان، مستغربا أكثر حرف النقاش نحو الحديث عن الصندوق السيادي لعائدات النفط ومناقصات التنقيب لم تجرى بعد. الصندوق السيادي سابق لأوانه، أنا متعجب أنه عم بنناقش هالموضوع وقت ما بنعرف شو احتياجات لبنان. أولاً من حصته بهذا النفط اللي بده ياخذها من الشركات استهلاكه الداخلي، ثانياً من ضرورة إقامة أيضاً مصافي لأنه هاي بتعمل توفيرة بالمستقبل، ثالثاً تسديد الدين العام. الدين العام نحن عم ننسى عم بيكلف سنوياً 4.5 مليارات دولار للدولة اللبنانية. السابق لوانه أنه نفكر بصندوق سيادي، هذا نفكر فيه بعد 10 سنين 5 سنين وقت يكون لبنان بالفعل صار بالبحبوحة، صارت البنية التحتية مريحة، ما بقى في نقص بالكهرباء وبالمي وبمعالجة النفايات، ساعتها بنبحث بصندوق سيادي. كثيرة هي الأسئلة، ولكن همسا الجميع يتحدث بقلق عن الملف. ماذا لو بدأ التنقيب؟ حكومة رمت النفايات على مواطنيها أكثر من 50 يوما لتقاسم أموالها، ماذا ستفعل إذا أصبحت غلة النفط على الطاولة؟ جد غصن، قناة الجديد. سأل الوزير السابق شرب النحاس في ندوة السفير الختامية حول النفط، هل استخراج النفط ضرورة؟
في الجلسة السادسة والأخيرة من سلسلة ندوات أقامتها جريدة السفير عن النفط، دار نقاش حول إدارة العائدات من أموال النفط والأساليب الأفضل لتوظيف هذه الأموال تجنبا للصناديق السود. في هذه الجلسة تحدث الوزير السابق شرب النحاس بحضور ناشر جريدة السفير طلال سلمان وعدد من الصحفيين والمهتمين. أنا عم بقول إنه استباق المفعيل ووضع هذه المفعيل في إطارها الاجتماعي والاقتصادي، لأنه هيدا بمس بخيارات بنيوية، وانطلاقا من مكان يلي المفعيل يلي إذا تركناها على سجيتها هذه الأموال رح تعملها ما هي سبق وحصلت، مش إنه مبلشين من أرض بكر إنه ماشي الحال، يعني ببنية الإنتاج بالقطاعيا ببنية العمالة على كل هذه بنية الأسعار على كل هذه الأصعدة نحن صرنا بثلاث ارباع الطريق، يعني مش انه مبلشين من الصفر والخيارات مفتوحه قدامنا. وان شاء الله بيكون في ندوات ثانيه بتكمل على الاقل توسيع دائره النور حول هذا العالم الخفي واللي فيه مليارات، في شعوب عم تقبضها وفي شعوب عم تروح عليها. إن شاء الله نحن ما نكون التانيين وروح الشعب مع المليارات. كل هذه الخيارات البنيوية برأي نحاس تفرض وجود دولة تتمتع بالمنسوب الأدنى من الشرعية حتى تتمكن من جعل هذه الخيارات تتخذ وتحترم. للمرة الأولى يعقد مؤتمر سنوي حول صعوبات التعلم المحددة برعاية السيدة لمى سلام وبحضور وزير التربية الياس بوصعب. أنا بحب كون مهندس، أنا بحب كون طبيب، أنا بحب كون محامية، أنا بحب كون تلميذ. ليش أنا؟ عنوان مؤتمر حول صعوبات التعلم المحددة عند الأطفال نظمه المركز اللبناني للتعليم المختص. العنوان منبثق من كلمة كسلين التي يسمعها التلامذة ذو الصعوبات التعليمية سواء من أساتذتهم أو من أهلهم، وهي تنبع من جهلهم لحالة الأطفال. أهميته أنه عم بيعطي أول شيء فرصة لكل ولد. كنا أيام زمان نقول هيدا ما بيفهم، هيدا ضعيف، هيدا سقط بالامتحان لأسباب ما بترجع له، هو كان بده مساعدة. هلأ هيدا الحل، يعني هيدا المؤتمر هو كناية عن إعطاء فرصة لكل تلميذ أنه يقدر ينجح. أجت هيدي المؤسسة والست دباني عملوا مشروع مشكورين عليه، لأنه هيدا دمج بين الحكومة والمجتمع المدني وقدرت تساعد المدارس الرسمية. مثل ما قلت صار في اليوم عنا 58 غرفة تقريبا وبعد العمل على 200، يعني صار فينا نحضر هالغرف ضمن المدرسة. الطالب اللي بيكون عنده مشكلة بالرياضيات أو بالعربي أو بأي شيء بفوت على غرفة جانبية بيعلموه بطريقة ليرجع يقدر يكمش ويكفي مع بقية أصحابه. هيدي موجودة بكل بلدان العالم، بلبنان كنا كتير مقصرين بس هلأ بعتقد نحن على الطريق الصحيح. كل هاللي عندهم مثلا صعوبة القراءة، صعوبة الكتابة، صعوبة النطق، ديسفازي يعني بسموها، إفراط الحركة، صعوبة الحساب، منجرب نساعده من الأول تما تصور هالصعوبة اضطراب. هل عم بيتم استقطاب لهول الأطفال وتوعية للأهل؟ طبعا التوعية للأهل كتير كتير مهمة، يعني الأهل بيخافوا أول شيء، يعني ما حدا بده أنه ابنه ولا بنته يكون عنده صعوبات. يعني أول شغلة نحن الأهالي منغمض عيوننا شوي، لا معلي رح يتحسن، بس لازم نفهم أنه كل ما منبكر نساعده وما نخاف نساعد الولد. خصوصا هلا دكتور ماجستريتي قالنا دماغ الانسان في مرونه كثير قويه، يعني كل ما مندرب ومنمرن الولد ومنعلمه ومنساعده حسب صعوبته كل ما دماغه رح يتقدم ورح يتحسن ورح يمكن يتخطى هالصعوبه. جمع هذا المؤتمر فعاليات سياسية وأكاديمية ومتخصصين دوليين ولبنانيين ومعنيين من أجل التباحث في أحدث الاكتشافات والابتكارات التي تحسن حياة الأطفال ذوي صعوبات التعلم المحددة. بدي وقف أحرق بس راسي ما بده. رامي عنده ADHD، يعني فرط نشاط ونقص بالانتباه مش بإيده. بعمل جهد كبير تأهلي ومبسطه مني بس مش عطول بقدره. ماتيلدا مع ديسبراكسي، يعني عسر بتنسيق الحركة مش بإيدها مثل مغا. مش كسلاني أو كسلان، هم فقط أطفال لديهم حاجات إضافية وذلك لا يرغي حقهم المقدس في التعلم والمعالجة، تبدأ أساسا من الأهل. يمنى فواز، قناة الجديد. أنا بحب كون معلمة، أنا بحب كون ممرضة،
أنا بحب كون كابتن طيارة. عقيلة رئيس الحكومة لمى سلام كشفت للجديد عن موقفها من الحراك الشعبي. بالنسبة للمواطنين اللي عم ينزلوا على التظاهرات بلبنان، شو موقفك من الموضوع ومطالب الناس؟ مطالب أكيد كل إنسان عنده مطلب بهالحياة وأنا بحترمه. مطالب الناس محقة لظروف، أنا مواطنة مثلي مثلهم، بس كل مطلب بيوصل حق، يعني له حقه اللي يطالب فيه، إلا في نوعين، يعني في اللي عم بيطالب بطريقة غير حضرية واللي بيطالب بطريقة حضرية. هيدا لازم هون نفصل بيناتهم، لأنه اللي عم بيطالب بطريقة غير حضرية وبيوصل لأذى غيره أكيد هو ما بيكون عم بيوصل صوته، بتنعكس عليه هالمطلب هيدا. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب يقيم حفلا تكريميا للسفير الروسي ألكسندر زاسبيكين في دارته في الجاهلية، ويؤكد حتمية انتصار سوريا بعد دخول سلاح الجو الروسي في الحرب. تأييدا لدور الروسي في مواجهة الإرهاب وحفظ السلام في المنطقة، أقام رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في دارته في الجاهلية حفلا تكريميا للسفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين بحضور فعاليات سياسية وحزبية ودينية واجتماعية. وهاب رأى أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاربة داعش في سوريا جاء ليعيد التوازن المختل إلى اللعبة الدولية بعدما انتزع ورقة مجلس الأمن التي كانت تستعمل للحصار والتجويع والإذلال. لأهلنا أقول إن سقوط سوريا مستحيل، وهذا يعني بأن صمود السويداء وجبل الشيخ أكيد. فلست خائفا وعليكم أن لا تخافوا، فالسويداء ستكون بخير ولن يقترب منها أحد بعد الآن. السفير الروسي شدد بدوره على أن روسيا تسعى لإعادة التوافق إلى المجتمع العربي وتثبيت مبدأ العيش المشترك في دول تضمن حريات وحقوق الإنسان والمساواة من دون تمييز طائفي أو إثني. سوف نواصل العمليات المشتركة مع الجيش السوري والجميع الذين يكافحون الإرهاب ميدانيا، وسوف نتعاون مع بصورة مشتركة مع الجميع يقفون ضد التطرف والإرهاب والخطرسة. كما أثنى زاسبيكين على جهود الجيش اللبناني وقوى الأمن في لبنان لمكافحة الإرهاب التكفيري. بعد الإعلان، بيروت على الشاشة. افتتاح مهرجان بيروت الدولي السينمائي بحضور السفير الفرنسي وفعاليات ثقافية. تسعة أيام متواصلة من عرض أفلام سينمائية قصيرة ووثائقيات لبنانية وعالمية بدأت بافتتاح مهرجان بيروت الدولي للسينما في المعهد الثقافي الفرنسي. هذا المهرجان هو مبادرة نستقبلها هنا، هي مبادرة ممتازة، نحن مسرورون أن نستقبلها لأن السينما مهمة للفرنسيين وللبنانيين على حد سواء، هي وسيلة حوار، ولبنان كما الفرنسيين يحبون الأفلام اللبنانية. اليوم بيروت تستقبل أفلاما من العالم، والمناسبة مهمة لرؤية ومتابعة أمور جميلة وأيضا لفتح معهدنا على جمهور عريض يحب السينما. اختلف المهرجان هذا العام عن سابقيه، ويمكن استخدام مصطلح التقليص لناحية التنظيم وأعداد الحضور وغياب واضح للمخرجين والممثلين الأجانب، إلا أنه شهد تهافتا لمتذوقي الفن ومحبي السينما. شو بتنصحيهم؟ أي أفلام؟ أنا بنصحهم بكل شيء، لأنه وقت اللي مننقل يلي مننقل منحب كل شيء المننقل، بس ما يروحوا الفلوم اللبنانية. أنا كثير فخورة بالأفلام اللبنانية هالسنة، في عنا 7 بالمسابقة وشي 5 برات المسابقة. قلت لي يا ماما هاتك أنت أجت هذا أجاك تسلايا التليفون، قلت لها ليه؟ هو الفيلم بيحكي عن الوحدة بشكل عام، بحكي فيه عن 6 ختيارة عمرها 70 سنة يلي هي دعاة رزق، عايشة لحالها بعيدة عن أولادها وأولاد أولادها يلي كلهم عايشين برا،
ووسيلة التواصل معهم هي كل شيء وسائل تواصل اجتماعي وكل شيء مثل واتساب فايبر فيسبوك. في حدا انت من عائلتك عم بيعيش هيدي القصة؟ هلا انا كنت صراحة كتير انسبيري بهيدي القصة من امي اختي سافرت من 10 سنين على فرنسا وبهالعشر سنين دايما بشوف امي عندها هيدا اذا بدك ناطره لتحكي مع اختي على سكايب. يعني انا حابه الشخص اللي بده يحضره هيدا الفيلم ان شاء الله يوصل له احساس الوحده اللي معقول تعيشها الام هي وهي ولادها يكونوا كلهم عايشين برا. الفيلم بيحكي عن اشخاص شاركوا بالحرب اللبنانيه وتركوا بوريدهم ويعني قرروا انه يتفرغوا للباشن تبعهم اللي هي الدراجات الناريه. يعني تركوا البريد وخلص خلينا نروح على السلام والحريه وهيك. عم ينعرض ليله الساعه 9:30 والثلاثه الساعه 7 سو ان شاء الله يكونوا العالم كتار فتعوا اكيد. أسبوع ثقافي غني بالأعمال الفنية المميزة ومعظمها سيعرض فقط ضمن مهرجان الأفلام ومتاح للمتخصصين والهواة. يمنى فواز، قناة الجديد. وفي ختام النشرة نعود إلى الزميل رامز القاضي المتواجد مباشرة أمام منزل مدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لمتابعة تفاصيل هذا الحراك الذي ينظم اعتصاما منزل القاضي حمود بدءا من 6:30 من هذا المساء. رامز، بالعودة إليك، كيف يبدو المشهد حاليا؟ هل ما زال الاعتصام قائما وماذا عن التفاصيل؟ تفضل. سأبدأ مع واصف. واصف، انتم اليوم هلا طلع حدا شيء المحامي عباس سرور رامي علي، اعتبرتوا انه هذا الموضوع يعني ما بيمثلكم؟ لا طبيعي، لأنه نحن مجموع الحراك ومجموع الحملات متفقة أنه لا تفاوض في موضوع يتعلق بحق للناس، يعني عدم توقيف الناس حق وتركهم حق. لذلك هذه المبادرة مبادرة فردية، أول شيء لا تعنينا كحراك، نحن كحملات لا يمثلون فيما يتفاوضون عليه. المسألة المهمة نحن جينا اليوم إجت الناس توقف تقول أن ما حصل من توقيفات وأن ما حصل من تهديد للحراك عن طريق وجود أسماء المطلوب توقيفها ومتوارية أو مثل ما قالوا بين هلالين فارة من وجه العدالة، هذا الموضوع لا يرد عليه لا بمفاوضات بغير مفاوضات. على القضاء وعلى النيابة العامة التمييزية أن تأخذ دورها كقضاء مستقل بعيدا عن التبعية للسلطة السياسية التي تريد استهداف الحراك اللي عم بيصوب صح عليها وعلى فسادها. فكل اللي حصل ليس لنا علاقة فيه. أنا عم بحكي مكلفا من كل الحملات من كل الحراك ومن مجموع المحامين اللي هن متطوعين بقلب الحراك طلعوا بالشخصي اجتهدوا. نحن كنا بنتمنى ما يجتهدوا هيدا الاجتهاد لأنه حالة الناس منا بهيدا الجو. اجت الناس هون لتقول موقف وتفل، ولكن اللي حصل هيدا تستجدي يعني. نعم، شكرا لك جورج. نعم رامز، إذن هذا كل شيء. نعم، إذن رامز، كما تبدو الصورة لكان أمامنا وكما تحدث المحامي، يعني هذا الحراك ما زال مستمرا حتى الساعة يمكن القول، أليس كذلك؟ صحيح جورج، هذا تحرك مستمر أمام منزل المدعي العام التمييزي. نعم، وهل هناك أفق زمني معين أم ماذا؟ لم يتم تحديد هذا السقف الزمني لمغادرة الناشطين هنا. نعم، شكرا للزميل رامز القاضي الذي كان معنا مباشرة من أمام منزل القاضي سمير حمود. في ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. قصينا شعرنا على الطاسة وما قفينا الوجبات، سمعنا بلا ما نجاوب لنتعلم الصح من العيب. في قصص ما فهمناها وفي قصص تعلمناها، في عمر استوعبناه وقدامنا عمر لنجرب فيه. لازم نجرب ونغلط، لازم نحلم مش بس بالليل، بدنا نضل نجرب لتزبط. احنا منضحش وما منخاف، احنا فينا نغير، احنا نقدر نخلق عالم جديد. صار وقت تخلق حالك. The Makers Account من بنك بي بلس، لأنك عم تبني حالك. كان في النشرة هنا وادي الحجير، وادي أول حرف للمقاومة فلا تكسروه. وادي الحجير خط أحمر. أنقرة تحت الإرهاب، 86 قتيلاً في تفجيرين انتحاريين. فلسطين بضفتها وغزتها تواجه
وتشيع. الحراك على أبواب سمير حمود. اسمع اسمع يا حمود، اسمع اسمع يا حمود، رحت عليه ما الدنيا هون، رحت عليه ما الدنيا هون. والعونيون على أبواب القصر غدا باتجاه قصر بعض. وكان في النشرة رحيل نبض زحلة إليس كاف. في ختام هذه النشرة شكرا لحسن المتابعة، والموعد المقبل عند 11:30 من هذه الليلة، فإلى اللقاء.